الحقيقة طبعا أنا بداية سعيد جدا إن أنا موجود وسط الزملاء الموجودين دلوقتي، اتشرفت إن أنا أتعرفت على بعضهم، ودي فرصة إن أنا أتعرف على البعض الآخر. التقينا كثيرا يعني في سواء في ميدان النضال العمالي أو في ميدان النضال السياسي، وفي أثناء التحرير مع عدد كبير من الزملاء اللي موجودين هنا، وده في الحقيقة مبعث شرف ليا، وإن احنا دليل على إن احنا ماشيين في الطريق الصحيح، إن احنا متجمعين مع بعض وبنحاول إن احنا نكمل المشوار بتاعنا الطويل مع بعض. الحاجة التانية اللي عايز أشاور عليها إن فعلا الواحد رغم المؤامرات اللي أحيكت على الثورة المصرية من قبل المجلس العسكري والقوى السياسية المتحالفة معاه، اللي هي خلقت أشكال عديدة جدا لتفريق الجماهير وفضها عن الثورة، سواء كان بخلق النزاعات ما بين المسلمين والمسيحيين، أو كان خلق مشاكل ضخمة ما بين شعب بورسعيد والقاهرة، او كل النزاعات اللي ليها طابع فاشي اللي تم استخدامها في الفتره اللي فاتت على اساس ان الناس او الجماهير تكفر بالثوره، ورغم كل المؤامرات اللي ارتكبت واستخدام لوسائل الاعلام بشكل مهول ومكثف، اللي قدر في النهايه ان هو يحول الثوار ان هم المتهمين. وفعلا دلوقتي بنتفرج على مهرجان البراءة للجميع، كل الضباط تقريبا اللي قتلوا طلعوا براءة، ويعني الخطوة الجاية اللي ناقصة هم ان الثوار هم اللي يتهموا ان هم قتلوا بعضهم في الميادين المختلفة، لان اكيد لازم يكون في متهم. فبالتالي يعني كأن الخطوة الجاية ان احنا اللي هنبقى اللي قتلنا بعضنا في كل الميادين وفي كل المصر. رغم الطابع دوت، رغم ان الصورة تبدو بشكل ان في عزلة للقوى السرية عن الشارع بدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة، إلا ان في حاجات فعلا تدعو للتفاؤل، تدعو ان احنا نقدر ان احنا نكمل مع بعض المشوار، لان الثورة هي عملية طويلة، ما هيش عملية ضربة قضية هنقدر ننتصر فيها في خلال شهور، دي حاجة ممكن تستمر سنين طويلة، بس محتاجة الرؤية السياسية والتكتيك المناسب لكل لحظة عشان نقدر نتغلب فيها على خصمنا اللي هو الرأسمالية والممثل، سواء كان في المجلس العسكري أو كان في جماعة الإخوان المسلمين. في عدة حاجات زي ما قلت فعلا تدعو للتفاؤل على مستوانا احنا كاشتراكيين سويين، ان احنا بالفترة اللي فاتت ديت قدرنا ان احنا نفتح مقرات في عدة من عدة محافظات، ودي حاجة بالنسبة لي اللي بدأت في التيار ده من فترة طويلة نسبيا ما كانتش متخيلة ان احنا نقدر نفتح مقر في اسكندرية، ثم مقر في المنصورة، ثم مقر في الفيوم. دي حاجة بتدل ان الافكار السوية اصبح ليها مساحة اكبر في الواقع المصري، اصبح ان في امكانية ان هي تتلاقى مع نضالات الجماهير في مواقع مختلفة. لو وسعت المجال شوية وكلمنا مثلا النهاردة مشرفنا سيادة النائب نصر الدين عن ثورة مستمرة ونجاحه في مجلس الشعب في معركة احنا كلنا شفناها، وشفنا كانت بتتم بشكل طائف ازاي، كانت بتتم بشكل اللي هينتخب القائمة ديت هيخش الجنة واللي هينتخب القائمة ديت هيخش النار، انه يقدر يبقى موجود في مجلس الشعب عن قائمة الثورة المستمرة، اللي انا شايفه نجاح ان في جماهير راحت عشان تنجح ناس كانت واقفة معاها في الميادين وكانت واقفة معاها في النضالات المختلفة. ففي حاجات ذاتية في الحقيقة بالنسبه للقوى السويه تدعو للتفاؤل، تدعو ان في امكانيه ان احنا نتقدم خطوات لقدام. الحاجه الثانيه اللي تخليني متفائل هو المستوى اللي وصل ليه النضال الاجتماعي في مصر. يعني احنا
اللي متابعين شويه النضال العمالي كان دايما التركيز النضالات العماليه كان بشكل اساسي على فكره الحافز والتثبيت والمطالب المباشره. طبعا الحاجات ديت موجوده لان الراسماليه ما قدرتش ان هي تحل المشاكل ديت، فبالتالي المطالب موجوده. لكن في نفس الوقت اضيفت لجنب المطالب ديت ان في الاف بل ملايين العمال بيتدخلوا في اداره مؤسساتهم. بيقولوا لا احنا مش محتاج، احنا مش عايزين رئيس مجلس الاداره ده، رئيس مجلس الاداره ده فاسد. احنا عايزين ندير المؤسسه بتاعتنا بشكل مختلف، احنا عايزين الشخص ده هو اللي يدير. هم في الحقيقه في العمليه ديت مش بس بيستكملوا الثروه، مش بس بيقضوا على مبارك الصغير واللي موجود في المؤسسات المختلفه، لا ده هم كمان بيقدموا نموذج جديد لاداره المجتمع. ان العاملين اللي فيه، العاملين اللي بيشتغلوا واللي بينتجوا هم اللي بيقرروا مين اللي يدير، هم اللي بيراقبوا على عمليه الاداره ديت، وبالتالي بيدونا نموذج لشكل المجتمع الجديد اللي ممكن لما تتطور الصراع دوت يبقى هو ده شكل المجتمع. ان العاملين والمنتجين هم اللي بيقرروا مين اللي يدير هذه العمليه وبيديرها ازاي وبيديرها لصالح مين وكذا. هو ده المجتمع الاشتراكي ببساطة. المجتمع الاشتراكي هو ده أن العاملين يديرون ويقررون ويقولوا هننتج كام ونصالح مين وفي أنهي لحظة. وبالتالي فالحركة العمالية داخلة في الإطار دوت. يعني في من أربع أيام موظفين التعاون للبترول، ودي شركة طبعا كبرى فيها بيشتغل فيها 12,000 موظف، قدروا بنضالاتهم إن هم يطردوا رئيس مجلس الإدارة لانه رجل فاسد وبيخصب الشركه وعندهم ملفات فساد عليه. طبعا العمليه ما كانتش سهله، لكن وقفتهم وتضامنهم مع بعض على مستوى المحافظات خلاهم يقدروا يحققوا هذه النتيجه. لما راحوا لرئيس الهيئه العامه بتاعت البترول قال لهم كده بشكل واضح، مطالبكم الماليه على عيني وعلى راسي، لكن تدخلوا في الإدارة ده مرفوض. تقولوا رئيس مجلس إدارة يمشي ورئيس مجلس إدارة يجي ده مرفوض. ليه بيقول دوت؟ لأنه عارف وفاهم تماما إن هو لو ده تم فعلا ده معناه إن كل الشركات الأخرى اللي موجودة في مصر هيبقى ده الخطة بتاعتها، إن إحنا هندير الشركة بتاعتنا، هنطهر الفاسدين، هنقدم نموذج مختلف للواقع. وطبعا في نماذج عديدة من الشركات اللي شغالة وحاطة مطلب التطهير وإدارة الشركات بتاعتها على رأس الأجندة بتاعتها، وده نقلة مهمة. الحاجة التالتة المركزية جدا بالنسبة لنا كيسار، إن جزء أساسي من ضعف اليسار في مصر بالذات قبل ثورة 25 يناير كان انه في وجود تيارات اسلاميه قويه. التيارات الاسلاميه القويه ديت كانت قادره ان هي كل الشباب الغاضبين واللي عايزين يغيروا هذا المجتمع كانوا بيتوجهوا للانضمام لهذه القوى السياسيه. وهذه القوى السياسيه بشكل حقيقي كانت واضحه في اذهان الجماهير ان هي المعارض الرئيسي للنظام الدكتاتوري بتاع حسني مبارك. وهي القوى السياسيه اللي بتتحول للمحاكمات العسكريه، وهي اللي بتحط في السجون لسنوات طويله، في حين ان كان في قطاع مهم من اليسار كان متحالف مع حسني مبارك بشكل رئيسي وكان بينسق معاه خططه وكان بيتعين في مجلس الشورى ومجلس الشعب وغيره. ودي كانت صوره للاسف، دي كانت صوره اليسار. هذه القوى السياسيه لما اتحطت في المحك بتاعه انها بقت اغلبيه في البرلمان، ان هي لما بقت ليها الصوت الاعلى في المجتمع، القوى السياسيه ديت اثبتت انها لا تختلف عن الحزب الوطني الديمقراطي، وان برنامجها السياسي والاقتصادي هو يكاد يكون صوره طبق الاصل من برنامج الحزب الوطني. وبالتالي بدا عند قطاعات واسعه من الجماهير تتشكك في هذه القوى السياسيه. بدات قطاعات واسعه من الجماهير تقول احنا ليه واحنا صوتنا
للجماعه ديت. احنا تتشكك في طبيعه اختياراتها، ده معناه بالضروره ان هذه الجماهير هتبحث عن بدائل اخرى، هتبحث عن بدائل مختلفه عن البدائل بتاعه الاخوان والسلفيين وغيره. طبعا الموضوع ما هوش هيتم في لحظه سريعه ولا وكذا، لان دي قوى متجذره في الواقع وليها جماهيرها وليها عضوياتها، ده مساله بديهيه. واللي يتصور ان الموضوع هيتغير في ثواني مش هيتغير، هياخد وقت. واللي مساعدنا فيه ان احنا في لحظه تصور، ولحظه تصور بتعمل فرق سريع، بتعمل نقلات سريعه. لكن ده معناه ان القوى السياسيه ديت اصبحت في محل نقمه وغضب شديدين عند الشعب المصري اللي بيتطلع للعدل وان اوضاعه تتحسن، وان الموضوع اصبح محتاج قوة سياسية تطلع وتبين نفسها كبديل سياسي حقيقي موجود في الواقع. ودي في الحقيقة فرصة بالنسبة لليسار في مصر، فرصة مهمة جدا، وان هو يستفيد منها او ما يستفيدش، ان هو يستغلها او ما يستغلهاش، دي قضية اليسار. يعني ما هياش الموضوع ان ممكن لو البديل ده مش موجود الجماهير تتجه الى بدائل اكثر فاشية، تتجه الى ان هي عايزه حاكم عسكري يبقى هو اللي موجود على راس السلطه. دي اختيارات. الحاجه الثانيه اللي الواحد شافها برضه تبع للتفاؤل الشديد هو الاجيال الجديده اللي داخله في النضال السياسي والديمقراطي في مصر. يعني فعلا مشهد ان تلاميذ اعدادي وثانوي في محافظات مختلفه بيطلعوا وبيهتفوا ضد العسكر وبيقولوا احنا عايزين مطالبنا هي 1 2 3، احنا مشاركين في الاضراب العام، احنا دي حاجه بالنسبه يعني بالنسبه لي مثلا انا اشتغلت يعني في الموضوع من اوائل التسعينات مثلا او كذا، دي حاجه ما كناش نتخيلها اصلا. احنا لما كنا بنعرف نقعد مع بعض على القهوه ده كان انجاز عظيم جدا. يعني لما كنا بنطلع بمصاحبه فيها 200 واحد يقول لك ده المظاهره دي بقت ضخمه جدا كده ليه؟ وكنا دايما بنقول ايه؟ الواحد منا ب 1000، ما احنا عايزين نعوض المشكله اللي احنا فيها. لكن احنا اصبحنا في وضع مختلف، اجيال كثيره جدا داخله للسياسه عايزه تغير وكذا، ما عندهاش الذهنيه بتاعتنا، احنا جينا في ذهنيه هزيمه للمشروع السوي في الحقيقه، ما عندهاش الذهنيه ديت، هي جايه على ثوره، جايه على تغيير، شافت راس نظام بيطاح بيه وكذا. يمكن اللي قريب من دوت شويه هو ظاهره الالترس مثلا. يعني ظاهره الالترس بتدي معنى ازاي الثوره بتجذب الجماهير، ازاي الثوره بتغير في ايام قليله جدا اللي ممكن كان يتغير في سنين قبل كده. يعني لما تبقى مجموعات كل همها الرئيسي، لكن طبعا هي كانت بتعمل حاجات اخرى، لكن المجموعات قبل الثوره كان كل همها الرئيسي هو التشجيع الكوره وكذا، صحيح كان ليه جزء ومنطق اجتماعي حتى وهي بتشجع الكوره، كانت ضد موضوع البيزنس، كانت ضد موضوع التجاره، كانت ضد موضوع الاحتراف، وليهم كلام في الموضوع دوت. لكن حتى ده لما حصل موضوع الثوره اتحدفت لشمال بدرجه كبيره جدا. بدات تبقى شريك رئيسي في كل المليونيات اللي حصلت، بدات تبقى شريك رئيسي في استكمال الثوره، طرحها نفسها كده. طبعا ممكن يبقى في مشاكل عندهم، ممكن تبقى افكارهم مش كلها مطابقه لافكارنا، لكن هم جزء من هذا الواقع، وهم رصيد، ورصيد مهم جدا وينبغي دعمه وتضامن معاه بكل الاشكال. فبالحقيقه انا جاي متفائل جدا بالحاله اللي احنا موجودين فيها، لكن عشان نقدر نستكمل دوت في تقديري محتاجين ان احنا نتحرك على كل الاصعده الموجوده، وان احنا نقدم نفسنا كبدائل، ان احنا بدائل سياسيه موجوده في الواقع. نقدم نفسنا كبدائل في نتضامن مع المعارك الاجتماعيه بشكل اساسي، مش بس باعتبارنا ان احنا عايزين نساند الحركه العماليه والحركه الفلاحيه، لكن كمان كان احنا بنقدم للحركه ديت بديل سياسي
الواقع وبندعوه للانضمام لهذا البديل والنضال السياسي في الواقع، نتفاعل مع كل المعارك الديمقراطيه والسياسيه اللي موجوده في الواقع. في تقديري ان احنا قدامنا فرصه لو الثوريين ولو اليسار اشتغل فيها بشكل صحيح ممكن فعلا نتقدم خطوات كبرى لقدام. لو وان شاء الله ده ما يحصلش، ان شاء الله ما يحصلش، لو احنا ما اتحركناش بشكل صحيح هنتكلم، هنقعد بعد 10 سنين نقول كان في فرصه ضايعه اسمها 25 يناير، وايه دروس 25 يناير؟ وليه ما كانش في حزب سوي؟ وليه ما كانش في كذا؟ فاحنا قدامنا مهمتين في تقديري اساسيتين. المهمه الاوليه هو تشكيل الجبهه الثوريه اللي في الواقع اللي تقدر تستكمل مهام الثوره ديت، وطبعا كلنا فاهمين مشاكل الجبهات السويه والناس مش عارف ايه وفي عندها مشاكل ايه وجه. بس على الاقل يبقى عندنا برنامج موحد نتحرك عليه، يبقى اللي عندنا خطه بنتحرك عليها مع بعض، وانت في مكان وانا في مكان مفيش مشكله. لما يبقى التحالف عنده مقرين هنا ده انا اشوفه دي حاجه ايجابيه بالنسبه لي، لما يبقى مش عارف حزب ايه عنده ثلاث مقرات دي حاجه ايجابيه، ده اضافه ليا. وبالتالي ممكن نشتغل مع بعض في قضايا كثيره جدا في الشارع ونبان قوه في الشارع. والحاجه الثانيه طبعا هو اهميه بناء الحزب الاشتراكي السوي اللي يقدر ان هو يقود الجماهير دي، الجماهير الشعب المصري في اتجاه الثوره الاشتراكيه. واشكركم.